الحمد لله واخده بشلة عينينا. انا واكله علقه موت، واكله علقه توديها على الاخره، متعوره في وشها وغرقانه في دمها، ولولا اختها لحقتها وودتها للدكتور كانت هتروح فيها. البلوجر بيري كمال اتنقلت للمستشفى وحالتها صعبه جدا. يا ترى مين اللي مد ايده عليها وبوظ لها وشها كده؟ ازاي مش قادره تتحرك من مكانها؟ وايه اللي حصل لما راحت المستشفى؟ وازاي اختها نيره كمال تعبت هي كمان وهي واقفه معاها؟ يلا بينا نحكي كل اللي حصل لهم في الفيديو اللي معايا ده. جسمها متبهدل واللون الأحمر مغرق هدومها، والناس مصدومة من اللي حصل. لحقوها بسرعة ودخلوا بيها المستشفى. البلوجر بيري كمال خضت صحابها عليها، وأختها كانت هتروح فيها هي كمان لولا لحقوها. بتقول إنها اتضربت علقة جامدة، واللي حصل لها ما كانش شوية. راسها مفتوحة من اللي حصل، وأختها نيرة قالت بيرو من النوع اللي ما بيحبش يظهر وجعه لحد، وده ظهر لما كانت بتتخيط راسها في المستشفى، وأختها نيرة كانت خايفة عليها وبتعيط. بس بيري كانت بتطمن منها وبتقول لها انا بخير وكويسه، وده رغم من الفتحه الكبيره اللي في وشها والكدمات اللي في جسمها. والناس بتسال ايه هو سبب المشكله ومين اللي اداها العلقه دي. لحد دلوقتي محدش يعرف تفاصيل اللي حصل، لكن بيري طلعت في فيديو وهي بتعيط وظاهر على ملامحها ان في حاجه كبيره حصلت، وقالت انها خدت علقه خلتها حاسه انها خلاص هتفارق الحياه. الدموع في عيونها على طول ومنهاره طول الوقت، كل شويه اهلها يهدوها ويطمنوها انها بامان ورجعت بيتها ومحدش هيلمسها. بيري مرت بيوم صعب جدا واللي قالت عنه اسود يوم في حياتها، ويا رب محدش يشوفه. نيره كمال كانت في المستشفى مع اختها وقالت ان عندها فوبيا من الاماكن المغلقه ولو طولت فيها بتدوخ. وفي عز ما بيري كانت تعبانه قالت للدكاتره يقيسوا لها الضغط علشان تعبت كانت هتقع من طولها هي كمان. جمهور بيري قلقان عليها وبيدعي لها ومش مصدقين ان يحصل لها كده، وبيسالوا عليها علشان لسه حالتها مش كويسه. لكن صحاب بيري من المشاهير وقفوا جنبها، واختها نيره ما سابتهاش لحظه، كمان حاولوا يخففوا عليها. نيره كمال وصافي حسام معاها على السرير وبيضحكوها في فلتر الصور. عملت لايك وبيتصوروا مع بعض علشان تطمن الجمهور اللي قلقان عليها جدا، وده علشان هي شخصية طيبة ومحبوبة وبنت بلد وبتخدم الصغير قبل الكبير. وصافي قالت افيه علشان تخرجها من مود العلقة، ان الفلتر جه عليها وانها مش حاسة بحاجة طبعا علشان خاطر البنج. بعدها نيرة كمال ظهرت من البيت ومعها اختها بيري، وواضح ان الخياطة كبيرة، بس بيري بعد ما تخف وتتعالج يمكن تعمل تجميل. كمان بيري طمنت نيرة انها لسه عايشة ومش هتفرق الحياة دلوقتي بعد ما شافت اختها في الحاله دي وقلقت عليها. يا ترى هيقولوا مين اللي عمل كده فيها وادها علقه جامده كده، ولا هيسكتوا عن اللي حصل؟ شاركوني برايكم في التعليقات.